شنو هي الأضحية؟ الأضحية هي سنة نبي الله إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم، كما أن هي شعيرة يتقرب فيها العبد لله عز وجل بذبح من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. شنو حكم الأضحية؟ بحسب جمهور العلماء فإن الأضحية سنة مؤكدة للي يمتلك القدرة والمال، فصلي لربك وانحر. وأما اللي ما تيسرت له الأسباب فبشرى له أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ضحى عمن لم يضحي من أمته كما ورد في السنة. أني أشتري من السوق يقطع لحم، هل يغني عن الذبح؟ طبعا لا، الأصل هو أنك تشتري الذبيحة حية وتنحرها تطبيقا للشعيرة الأضحية وتقربا لله عز وجل، أو أنك تعطي جهة خيرية موثوقة مبلغ من المال وهي تتكفل بكل هالعملية، وأجرك حاصل إن شاء الله. إذا نويت أضحي شو اللي علي بالضبط؟ باختصار كل اللي عليك أنك ما تأخذ من جلدك ولا شعرك ولا ظفرك شيء، وهو الأفضل والأولى، وفي إجماع على فعلك واحد من هالأمور ما يلغي أبدا صحة الأضحية، وأجرك حاصل بإذن الله وما عليك أي كفارة. لكل من يسأل عن وقت ممارسة هذه العبادة العظيمة، فعندك من بعد صلاة العيد إلى مغرب ثالث أيام التشريق. تقبل الله طاعتكم وكل عام وانتم بخير.